في الحياة الزوجية ثماني جزنح خير كثير دكم شدوباخ دق دكم شدوباخ للزوج تجنع وللزوجة زوجنا وللأولاد بيرشنا. ومع ذلك تندل تظهر أحيانا سيخس خلباخ بعض المشكلات في الحياة الزوجين تجنع زوجنا يقع تندل سيخس بروبليم شدوباخ في التحوض ديتر دوتر. علينا أن نعرف هذه الحقيقة قبل الزواج وين هر بريتشي نهر بروبليم خايل بها قبل الزواج زوديا الولية. نعم قد تحدث خلافات بين الزوجين تجنى زوجتنا يقع حم رثيش خلبة وليست هذه هي المشكلة اي بروبليم يعتبر، وإنما المشكلة اي بروبليم أن نعجز أن حل تلك المشكلة اتش بروبليم اي بروبليم خايز بأخوين اخذ البروبليم خاطر يزبا كل بخ الكارج بروبليم حقيقي يزبا اديك تعديل دبي. يعتقد كثير من الشباب ان الحياه الزوجيه بلا مشكلات تحب تعيون مالا دوجو اتير دي طبخ ان الحياه الزوجيه سمينا جيزنا بلا مشكلات وبشي بروبليم على تشبا ترى اتر اوت ايش تقول دي طبخ. فاذا قابلوا مشكله شان تا بروبليم اي ان كان وفكروا في الطلاق تختار زد عيغيت قوي. على الشباب مضى أن يعرفوا خالص أن الحياة الزوجية سمعنا جزنا رحلة طويلة بيخ نقوين أج زود دايغ جبيش دل خلقي تردو ترن إيهم دخل دباطة، وأن السبيل إلى النجاح تنخ مارش والر في الحياة الزوجية هو الحوار الحوار يبا انت از بيرش دلي دايغوتي تعبر دوتش تاكما هما غدا تعبر تخرج دايغوتي ربا. لماذا تحدث مشكلات بين الزوجين تقنع زوجنا يقح بروبليم شون دغول باخ ديتر دوتر من وقت للآخر سيخ بروبليم شون دغول باخ تقنع زوجنا يقح. يعود السبب إلى وجود الاختلافات كثيرة بين شخصية الرجل وشخصية المرأة. يعود السبب بريتشين يوالبا إلى وجود الاختلافات إي رزليتش تقنع زوجنا يقع رزليتش كثيرة دقلر دقلر تأيوات باخون آتيد تقنع زوجنا بيشنا ديش دقون دو باخر ديكون تندل دوي بين الشخصية الرجل تقنع وشخصية المرأة زوجنا يقع. وتظهر هذه الاختلافات إبروبليمش إي رزليتش خلباخ بعد مرحلة الطفولة باردن تشوتا خلباخ تو وتزيد في مرحلة الشباب تعزودي يعني دقان يلي يخل باختوه. فالرجل تقنع يحب أشياء هم مش دقيات لا تحب والمرأة زوجهم تيشهم والمرأة زوجهم يس تحبها هم شيات لا تحب يا يحبها المرأة والرجل تقنع تيشهم شيات. وعندما تظهر المشكلات في الحياة الزوجية بروبليم خلط كان عسيمين الجيز نوقع يأخذ الزوجان في الشكوى تق زدا جالا وحس دول دو باخ ووشي يشكو الزوج تقو جالا وحس فيقول قول زوجتي شي زدا لا تستمع إلي شي غلدو وشا وتتكلم مع صديقاتها في الهاتف كثيرا تيوان جاحشي بدروش كسي دق خبر دي تباخ وتذهب إلى السوق كثيرا بازرة دخول يطبخ وتشتري أشياء لا نحتاج إليها وإن إيش يوتهم شاء يطبخ بازر يرانتو لحتى بيدي يمزع يطبخ وتشكو الزوجة زوج وجالة وتتغن فيقول أول باخ فتقول أول باخ زوجي يتكلم طول الوقت في السياسة دقة خينا حسدت في السياسة بوليتيكا دقة خبر يطبخ والرياضة سبورت دقة خبر يطبخ يقضي وقتا طويلا خارج البيت أروع تخينح دق دق أر قرست في البخ دق. وعندما يكون في البيت دهما تغل أروع يشتغل تعويسين تخينح يقضي الوقت شيخان ضعو بخته في قراءة الصحف قذية تدويش ولا مجلات جورنال تدويش أو مع الحاسوب يا كمبيوتر حلقة.